اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقه جديده، هنتكلم فيه بالتاكيد على الوضع والاحداث اللي دايره في الشارع المصري عند بعض الاخبار، وهنتكلم كمان على طبعا مباراه نادي الزمالك ونادي النصر السعودي، وهنتكلم بالتاكيد على مباراه النادي الاهلي وتاهل النادي الاهلي على حساب طبعا بالتاكيد النادي المصري البورسعيدي المتميز جدا. تعال نخش على اهم الاخبار. تصريحات اوساريو بعد المباراه، اشاده مدرب النصر السعودي باداء نادي الزمالك، تألق زيزو، تألق طبعا النادي الاهلي وتأهله لدور الاربعه طبعا بالتأكيد لكأس مصر للسنه الثانيه او الثالثه على التوالي، تألق قندوسي، وبسبب تألقه عدم رحيل احمد قندوسي. وكمان عندي خبر مهم جدا لجماهير النادي الاهلي، وهو يعني بديل الدكتور المميز الكبير جدا احمد ابو عبله. خلاص يا جماعه، اداره النادي الاهلي حددت دكتور المميز جدا، هو دكتور خالد ابو العينين، اخصائي طبعا العظام في طبعا مستشفى كبيره جدا محترمه جدا في مصر طبعا، وهي طبعا المستشفى القاهره الدولي. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. تعالى بقى نخش على المباراتين المهمين جدا. نخش على نادي الزمالك في عجاله. النهارده نادي الزمالك بصراحه قدم مباراه هائله جدا. النهارده نادي الزمالك اثبت اني فريق مميز، وساره بيعمل زي ما بيقولوا من الفسيخ شربات، عمل فرقه مميزه جدا، عمل فرقه قريبه من بعض جدا، الثلاث خطوط كانوا قريبين من بعض، زيزو وطبعا شيكا كانوا مفتاح لعب بشكل متميز جدا، الفرقه كانت كلها النهارده في التوب فورم، حاجه مميزه، حاجه ما شاء الله. بس اللي عايز اقوله يا جماعه، في حاجه في الكوره اسمها خبرات. يعني لعيب زي ساديو ماني، لعيب زي رونالدو، زي تاليسكا، زي لعيبه بروزوفيتش في نص الملعب، لعيبه كبيره قوي 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 بارقام فلكيه وسنها برضه من السن كبير، ولعيب عندها خبرات بتحسم المباراه في لقطه، زي كريستيانو الجون اللي خطفه. تقريبا النصر السعودي ما جاش المباراه غير في الجول بتاع كريستيانو، ما شفناش خطوره غير في كوره ساديو ماني. النهارده بصراحه اوساريو كان متميز جدا جدا جدا. تصريحاته ايه في المؤتمر الصحفي؟ تصريحاته بيقول ان انا فخور جدا 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 باداء فرقتي، جماهير مصر كلها كانت طالبه ان احنا ننسحب من البطوله، احنا خسرنا في مباراه الشباب بخطا فادح تحكيمي، وهي كانت الكره عدت الخط وكانت الكره اصلا ضربه مرمى واتحسبت علينا بنلتي. فانا شايف بصراحه ان احنا قدمنا اداء متميز جدا بصراحه. اوساريو مدرب كبير يا جماعه، انا بحترم المدرب اللي بيشتغل وبقى له 4 شهور ما خدش فلوس وبرضه مكمل ومكافح وبيحاول يسطر اسم مميز جدا مع نادي الزمالك. بس اللي انا عايز اقوله يا جماعه، ان نادي الزمالك على الحافه، نادي الزمالك في محنه كبيره جدا، نادي الزمالك يا جماعه بصراحه في انهيار تام، لعيبه رجاله، لعيبه محترمه، لعيبه تستاهل كل الدعم والمسانده من جماهير نادي الزمالك المحترمه العاشقه طبعا لكره القدم. فبالنسبه لنادي الزمالك هارد لك لينا كلنا كزملكاويه. انا شايف الزمالك قدم اداء طيب، اداء محترم جدا 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 جدا. كمان عايز اتكلم بالنسبه لزيزو وشيكا، حاجه محترمه بصراحه يا جماعه. زيزو كواليتي مختلف تماما عن اي لعيب في مصر، يعني محترم. يعني ساديو ماني جايب 40 50 مليون جنيه، بروسوفيتش 40 50 مليون دولار عفوا، لعيبه جايب ارقام فلكيه. انا شايف زيزو ما يفرقش عنهم حاجه. يعني انا احمد سيد زيزو من وجهه نظري الموسم القادم لو قعد في الزمالك، لو راح الدوري السعودي مش اقل من 20 ل 25 مليون دولار. انت بتبالغ؟ لا يا جماعه مش ببالغ. زيزو كواليتي مختلف، عنده 27 سنه لسه بدري قوي عليه، وهو افضل بكتير من لعيبه بتلعب في الدوري السعودي جايه بارقام كبيره جدا 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 جدا. فاحمد سيد زيزو بصراحه لو اتباع وراح الدوري السعودي هيفرق مع نادي الزمالك 20 سنه قدام. تخيل معايا يبقى خزينه النادي فيها 20 مليون دولار، انت بتتكلم في رقم فلكي، بتتكلم في رقم فلكي، لعيبه كتير جدا هتيجي نادي الزمالك، نادي الزمالك هيرجع يفوق، بتتكلم في 800 مليون جنيه مصري، رقم فلكي ورقم متميز جدا. نطلع بقى من نادي الزمالك نخش على النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيثبت لك ان هو فريق كبير، فريق عظيم، فريق فعلا فريق بطولات. والاهلي يا جماعه بمن حضر، ما تقوليش بقى اسمه ايه غايب ومين غايب وسيد غايب وعباس غايب واحمد غايب، ما بتفرقش مع حد. يعني النادي الاهلي بيلعب غياب محمد شريف، غياب محمد عبد المنعم نجم الفرقه، غياب ياسر ابراهيم، غياب لعيبه كبيره جدا جدا في الخط الامامي، في الخط الاوسط زي عمرو السوليه، بتتكلم في لعيبه كتير قوي غايبه اساسيين وهم عصب الفرقه. والنهارده النادي الاهلي بيقدم اداء كبير واداء متميز جدا جدا جدا. فاللي انا عايز اقوله ان كولر مدرب كبير، مدرب عظيم، حاجه كبيره، حاجه متميز جدا. بالنسبه لضرب الجزاء يا جماعه غريبه قوي، يعني ضرب الجزاء الاولى اللي على الياس الجلاصي هي ضرب الجزاء ومش ضرب الجزاء، يعني في موضوع تقدير، هي شده خفيفه بس اي احتكاك
من التيشيرت او اي شده ضربه جزاء رسمي. فانت بتتكلم ان ضربه الجزاء الثانيه صحيحه اكتر من الاولى. صحيحه اكتر من الاولى، بس هي اختلاف وجهات نظر. في الاول وفي الاخر احمد قندوسي النهارده شفناه اداء متميز جدا، وخد مني لو قندوسي النادي الاهلي ما تعاقدش مع مهاجم اجنبي سوبر، قندوسي مكمل. لعيب كبير. انا شايفه والله كواليتي افضل من قفشه بكتير. لعيب حريف، لعيب سريع، لعيب شوط جدا جدا جدا. وذكي، ولعيب من اللعيبه اللي عنده رؤيه في الملعب وتنوع في طريقه لعبه غير عادي. غير كده عنده 24 سنه. هو لعيب كبير، فهو لعيب متميز. اتمنى له التوفيق لو كمل ان شاء الله في النادي الاهلي، هيبقى له دور متميز جدا جدا جدا. اللي عايز اقوله كمان يا جماعه، النادي الاهلي فريق فعلا بطولات. تخيل معايا فريق بيدخل فيه جول في الدقيقه 89 او 88 وفي الدقيقه 90 بيتعادل. ده بيثبت لك ايه؟ ان فريق كبير وما بيفرقش معاه تماما اي نادي بيلعب قدامه. يعني النادي المصري فريق كبير جدا، النادي المصري فريق محترم، مدعم تدعيمات كويسه، عنده علي ماهر مدرب كبير وحافظ النادي الاهلي كويس جدا. فانت بتتكلم في علي ماهر مدرب عبقري، ان يروح نادي زي نادي المصري هيعمل عظمه معاه. يا جماعه تعالى بقى اذكرك، علي ماهر تعاقد مع مين؟ خلص مع باهر المحمدي، خلص مع محمد الشامي، اتنين لعيبه جامدين جدا جدا جدا، هيفرقوا بنسبه 100% مع النادي المصري، خاصه بقى عشان من اسماعيليه اصلا، فبالنسبه له بورسعيد خطوتين، يعني انت بتتكلم في نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، فحاجة قريبة جدا من بيته، فده ممكن يروح ويجي في نفس اليوم، فبالنسبة له أفضل ما يروح أي فريق قاهري. بالنسبة له أفضل ما يروح أي فريق قاهري، بالنسبة له هيبقى يعتبر زي غربة، يعني اللعيب هيسيب أهله كلهم وهيتغرب. أما ده بالنسبة لباهر المحمدي، أقرب نادي ليه إن هو يروح هو النادي مصر البورسعيدي. عقده يا جماعة يعني في شرط جزائي ب 20 مليون جنيه، النادي المصري دفع 25 مليون جنيه ولا 30 مليون ولا 35 مليون للنادي الإسماعيلي، خلاص باهر محمد هيبقى رسميا في النادي المصري وخلص بالفعل يا جماعه. محمد الشامي طبعا راح في صفقه انتقال حر، الشامي طلع في تصريحات قال لك انا بقى لي خمس ست سنين ولا من ساعه ما رحت الاسماعيلي ما خدتش فلوس. دخل في سنتين ثلاثه ما خدتش فلوس، ده يدل على المعاناه اللي بيعانيها طبعا نادي، طبعا بالتاكيد النادي الاسماعيلي. تعالى بقى نخش على بديل دكتور احمد ابو عبله. بديل دكتور احمد ابو عبله، دكتور احمد ابو عامله يا جماعه، النادي الاهلي فيه ميزه انا بحترمه فيها، ما بيحبش يفجر التفاصيل والقصص اللي بتحصل في الاوضه المغلقه. اللي حصل خلاف شاد شديد وحاد من كابتن محمد الشناوي وكابتن احمد او الدكتور احمد ابو عامله. الشناوي اعترض عليه جامد، احمد ابو عامله عال صوته، الموضوع ما عجبش اداره النادي الاهلي، قالوا له انت راجل محترم وراجل تمام، فهتطلع بشكل مميز و يعني تني خدماتك في النادي الاهلي. بيخلصوا في مين بقى دلوقتي او الدكتور اللي جاي؟ خالد ابو العنين، وهو استشاري او دكتور اول واستشاري في جراحه العظام. راجل متخصص جدا، شغال في مركز الطب الدولي. مركز الطب الدولي، فهو حاجه كبيره، في حاجه مميزه جدا. لو جه النادي الاهلي هيفرق مع النادي الاهلي بنسبه 100%. كل التوفيق للنادي الاهلي، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وارض لك لجماهير النادي الزمالك، هيعرض لك لجماهير النادي المصري البورسعيدي. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.